21 مرحبا بكم في دي جي لاب. كما كل نهار اثنين من توا حتى للخمسه نتاع العشيه نحكيو على لا ترانسفورماسيون ديجيتال. اليوم باش نخصصوا الحلقه نتاعنا القطاع النقل، وسعداء جدا باستقبال وزير النقل واللوجيستيك سي معز شقشوق ضيفنا على امتداد الساعه الاولى من دي جي لاب. اهلا وسهلا بك. السلامه، مرحبا. مرحبا. اليوم موضوعنا دونك نحكيو على التحول الرقمي وكيفاش ينجم ينقذ منظومه النقل في تونس. عده نقاط باش نحاولوا نطرقوا لها سي معز، من جانب تقني مانيش نحكيو النقل دان بوان دو غون بوبليك، نحكيو برشا على دور التحول الرقمي في قطاع اللي هو يستهلك برشا تكنولوجيا في العالم. هل انه هذا هو الواقع في تونس والا لا؟ تو جاوبنا بعد سي معز. كذلك هل انه بعد 10 سنوات نجمو نحكيو على بوادر على الاقل توا، مي بعد 10 سنوات نجمو نحكيو على نقل ذكي في تونس والا لا؟ نحكيو على تجربه بعض البلدان كيما رواندا في اي تي ليجند، بعد شويه تسمعوها بصوت نور شتارة. رواندا اللي كانت بنات المنظومه نتاع النقل نتاعها على التحول الرقمي. كيما كل نهار اثنين يرافقوني زياد باشا سي يو كليفوري تريننج. زياد اهلا وسهلا بيك. مرحبا بك. حاضر معنا كذلك جنيد يعقوبي اكسبير اون ترانسفورماسيون ديجيتال. نبداو توت سويت اي تي ليجند، بالطبيعه معنا في الاخراج اماني بن نصر، وتنجموا تتابعونا بالفيديو على باج اوفيسيال اكسبريس اف ام ولا على باج دي جي لاب باي اكسبريس اف ام. تابعونا مع شكون معنا اليوم في عبد الناصر دونك المخرج عبد الناصر الساكري بالفيديو. توت سويت اي تي ليجند. اي تي ليجندز اليوم في اي تي ليجندز نحكيو على واحده من اروع قصص التحول في خدمات ونظام النقل العمومي في افريقيا والعالم. كيغالي العاصمة الرواندية تتحول في أقل من ثلاثة عقود من مسرح لحرب أهلية دامية بين قبائل الهوتو والتوتسي إلى مدينة ذكية ومتطورة ونظام نقل عمومي يعكس نجاح نظام الحوكمة الإلكترونية في رواندا. نظام كان ثمرة عمل أكثر من 20 سنة حسب مخطط واستراتيجية واضحة لحكومات بول كيغالي المتعاقب. اليوم في كيغالي تم التخلي نهائيا عن العملات النقدية في مجال النقل العمومي وجزء كبير في النقل الخاص كذلك، من خلال تفعيل قرار الدفع الإلكتروني لمستخدمي التنقل بالدرجات النارية، وذلك بداية من غرة جانفي سنة 2021، حيث يتم دفع مقابل الخدمات بواسطة عملات رقمية يتم شرائها في محطات النقل عبر الانترنت وباستخدام التطبيقات المالية وعبر الهواتف الذكية. إجراء يجي ضمن سلسلة من التحولات في نظام النقل العمومي واللي منذ سنة 2015 فرضت استعمال العملات الرقمية في الحافلات في مدينة كيغالي، ثم تم تعميم العمل به على مستوى الوطني بداية من سنة 2017. إجراءات ساهمت في تسهيل حركة المرور، ربح الوقت والموارد، وارتفاع في المداخيل الجملية لخدمات النقل في رواندا. نجاح لعبت فيه تكنولوجيا المعلومات دور كبير، ويعكس سياسة الدولة في تفعيل نظام حوكمة إلكتروني وتقديم خدمات عامة لمواطنيها مبنية على المعاملات المالية الإلكترونية والتخلي عن العملات الورقية بحلول سنة 2024. كانت هذه اي تي ليجندز بالنسبة اليوم لا اكسبريس اف ام. نتلقوا في حوارنا مع ضيفنا سي معز شقشوق وزير النقل واللوجيستيك، نحكيه على التحول الرقمي في قطاع النقل. سي معز عندك بضعة أشهر من اللي بديت في مسؤوليتك وزير النقل واللوجيستيك. نحبه في البداية أن يتدليو أعطينا الوضع اللي لقيته فيما يخص المشاريع اللي تهم التحولات الرقمية في الوزارة. هو حقيقة بعد بعض الاشهر كما قلت في المسؤوليه هذه لقيت عدد من المشاريع اللي مهمين في المجال التحول الرقمي. ثم قناعه معناتها من اللي يخدموا في الوزاره واللي يخدموا في العديد من المؤسسات تحت اشراف وزاره النقل اللي هم التحول الرقمي مش ضروره، معناتها اكثر من ضروره، ويلزمنا نقدموا باش نجموا نصلحوا القطاع كامل فيه. لكن الاشكال الموضوع لقيته معناتها في الموضوع هذا اللي هو اغلبيه المشاريع تتحل نقدموا فيها لكن ما يصيرش استكمالها، وتصير في الاثناء بعض الاشكاليات، اغلبيتها تكون اشكاليات اداريه، اغلبيتها تكون زاد اشكاليات نتاع كيف كوا، ثم ان غوفرنونس، بروبليم دو غوفرنونس، وبعد البروبليم دو غوفرنونس هذاك يولي يخلي المشروع يتعطل ولا يوقف ولا يقعد ما عرفوش مقاله وين. نجم نذكر عدد كبير من المشاريع. نجم نبدا من اسهلها اللي هو لو بروجي نتاع البيوتيك نتاع ترونستوي باغ اكزومبل. هذا مشروع معناتها من 2009 ولا 2010
التوى والماتريال تشري، وثم بعض الاشكاليات مع المزود وقفت في البيروقراطيه نتاع الاداره والمشروع تعطل ومخلى معناتها ترونسيو اليوم ما نجمتش تطور منظومه الاستخلاص نتاعها في اللي بيوس. وتعرفوا اليوم مازلنا في الخلاص ومازلنا بالصرف و20 فرانك و30 فرانك وتيكيك الورقه هذيك كلها. الوغ كو المشروع اللي كان تعمل هذا من 2010 2011 ورغم بعض الاشكاليات اللي صارت بعد الثوره بداوا انطلقوا من جديد فيه، لكن بعد لاحظنا عدد من الاشكاليات البيروقراطيه المتعلقه بالصفقه هذه وخليتهم خليت مشروع معطل وماتريال تشري وتحط في من 10 سنوات هذا تشري الماتريال لابارتيغ من 2016 وتحط معناتها كله وصل لنا موجود لكنه ماتريال نجم نستعملوه. احنا اليوم الاولويه نتاعنا كيفاش هذا البروجي هذايا اون لو في كونيت ويرجع ونركزوه في المحطات نتاعنا وفي وسائل النقل. هذا سيستم يمكن المراقبه شنو يمكن؟ هذا يمكن من الاستخلاص بالطريقه الالكترونيه عن طريق سون كونتاكت، وانت عندك ان ابونمون تعدي على البور نتاعك كيما تعرف المستعمل في العالم اجمع معناتها اليوم موجود ما عندكش مازلنا ما عادش التيكيك البابي الباس نافيغو الباس نافيغو ولا عندك لي تيكي مانيتيزي معناتها معروفين هذوما كيف هذوما كل موجودين للاجهزه الوسائل معناتها السيستم مازال اونكور فالابل بوان دو تكنيك هوزمون دايور مي لكن يلزم تصير فيه معناتها تفعيل لاخر كما يقولوا لاست مايل باش يتحط ويختم. هذا مشروع من المشاريع عراقيل الاداريه اللي موقفته. هذا مع العراقيل الاداريه وحطينا احنا توا عملنا عليه لجنه متابعه في الوزاره لان تعرف اشكالياتنا السيستم هذا دو بيوتيك كيف طبعا احنا بروجي دو ار اف ار يلزم زاد نحطوا بروجي بيوتيك وراه معناتها اليوم ما نقدرش نجي نرجع معناتها مشروع كيما ار اف ار اللي هو مشروع نموذجي مشروع جديد وباش يعطي معناتها دفع ان شاء الله الانطلاق يكون يوم 25 جويل 2021 تجي تحطوا هذاك سيستم دو بيوتيك اللي هو نيباد ني با كونفونابل في 2021 يمكن كان كونفونابل ومستني زاني 2010 وقتها نحضر نحكيو على التحول الرقمي. اما اليوم اذا كان باش نرجعوا نحطوا ان بروجي دو بالحجم هذايا ونستعملوا الات استخلاص معناتها ورقيه وقديمه يظهر لي مش موالي مع بعضه معناتها نخير انا اليوم يكون النقل بلاش فلوس وما نحطش سيستم بيوتيك بالطريقه هذيك. هذا واحد من المشاريع. هذا واحد من المشاريع اللي هو لو سيستيم بيوتيك، وهذا نجم زيد نذكر شركات النقل البري بمختلف في مختلف الجهات، ثم بعض البوادر والبوادر تجي من جهات انا ما نستناهاش كيما القصرين، القصرين عملوا سيستيم بيوتيك واليوم يخدم افيك الالكترونيك افيك ان تيرمينال انتيليجون ويخلص كيخلص مازال ما عندوش لي كارت ما تعرف الكارت دو بايمون يا ان بروبليم، مي او ميم تون على الاقل لو تيكي اللي جينيري بار دي تيرمينو بورتاتيف وبار دي تيرمين بار دي بورن وخير معناتها من وعندنا عمليات متابعه للي بيوس وغير وغير. معناتها برشا حاجات دونك هذوما دي سيستيم لازم نحطوهم في الشركات البيوت. ما تقوليش اليوم نركب 10 ولا 5 ولا لازم نعموا على جميع وسائل النقل العموميه في النقل البري نتاعنا الكل. معناها ايكومبري النقل الحديد. ايكومبري النقل الحديد زاد اللي هو اسهل شويه من النقل الاخر تعرف. فما مشروع فيما يخص النقل الحديدي كونه ندخلوا المنظومه هذه لقيت حاجه في هذا الاتجاه والا ما كانش فما حتى شيء. هو ما كانش ثما بالنسبه للنقل الحديدي اللي موجود تو هو لي ريفير. واحنا الهدف نتاعنا ان منظومه لي ريفير ومنظومه ترونسيور يكونوا انتر اوبيرابل اقرب وقت ممكن نتاكدوا من هذا ونحاولوا نعموه على الاس ان سي اف تي وشركات النقل الجهويه بجميع مكوناتها. به علاش ذكرت من ان دي بروجي معناتها بالضبط هذا واحد من المشاريع. علاش ذكرت النقل الحديدي؟ لانه المعروف كونه شركه تعرف صعوبات كبيره سواء من ناحيه الماليه والا من ناحيه الحوكمه كذلك، وتنجم تكون معناها لو سالي تنجم تكون الانقاذ نتاع الشركه هذه يجي من خلال التحول الرقمي. لانه اليوم الاس ان سي اف تي ما نراش انا شخصيا مخرج اخر غير التحول الرقمي. ثم حاجتين الانفراستركتور دو باس هذه قلناها برشا مرات. اليوم السكه لازمها ان انفستيسمون لارج على تونس الكل ونعاودوا السكه من جديد. السكه نتاعنا هذه معناتها ان بروجي كبير. هذه معون الصنعه السكه معون الصنعه الباس هذه حكينا عليه برشا مرات وهذا مهم فيه وصحيح المونتون كبير مي فول فيغ. هذاك الدوله باش تحافظ على النقل الحديدي لازمها تنفستي في الانفراستركتور دو باس. توا كيفاش تحكيو على سان سي اف تي او من اوكد الاشياء اللي هي لازمها تقوم بهم هو الاو ار بي تاع سان سي اف تي. اليوم مازالت سان سي اف تي راهو بورقه وكراسه وقلم ونكتبوا للدرجه هذه من زنا كيكا وهذا تخوف خون وما نخبوش الامور على هذه برشا الشركات نتصور تبعين الدوله زاد توا مازالوا هكاك معناها ناقصين الاو ار بي ناقصين برشا شركات الاو ار بي مازال نخدموا بالاكسل مازال نخدموا بعض الزوتي اللي هما ما عادش معناتها اليوم ما عادش نحكيو اليوم في 2021. دونك ان بروجي دونفيركور بور ميتر ان او ار بي او نيفو لا سوسيتي اس ان سي اف تي ولا لو سوسيتي اليوم اللي هما مهمين في البلاد باش نحدوا بالضبط قداش يتكلف النقل على الاسلاك على الدوله خاطر تعرف فما العديد من الاسلاك النشيط
مشيت احنا ننقلوهم مجانا باش تعرف انت اليوم قداش لازم الدوله تدعم الشركات هذه. ما نجموش نكونوا افيك ان اليمون بريسي دو بالدعم هذا الا ما نكونوا عندنا لي ان ار بي يعطينا بالحق قداش تكلف الشركه هذه. خاطر احنا تو اليوم قعدنا في اللوجيك نتاع زيد الماء زيد الدقيق وما ثماش امور عمليه علميه اللي تخلينا نعرفوا بالضبط قداش يلزمنا الاستثمار قداش يلزمنا ندعموا قداش يلزمنا نحسنوا في الاسطول وغيره. اليوم احنا اليوم نمشيو ريالمون من غير ار بي ما عندكش اون فيزيون بريسيس سور لو سور ليتات دو ليو. وهو في 2021 كونوا شركه كيما نقل تونس كيما ولا نقل تونس كيف ولا نقل تونس ما عندهاش سيستيم دانفورماسيون راهو حاجه انا واحد الناس ما نجمش نفهمها. معناها جوستومون تو حتى الشركات صغار ولاو عندهم لي زو ار بي نتاعهم اللي يقول قايل معناها شركه كبيره كيما لا سان سي اف تي شنو اللي ما يخليهاش تعمل بروجي كيما هكا الوغ كو نورمالمون راهي تحق وتعمل. هو العكس اسهل راهو في الشركات الصغار. يعني انا تو ما عممتش لمحاله ما حبش نعمم اما ثم شركات كيما تو شركه النقل بنابل باغ اكزومبل ولا كيما شركه النقل بالقصرين ولا اللي هما ولا حتى القروان قدموا في لي زو ار بي وعندهم دي نويو دو ار بي كي كونفنابل. انا نقول ابداو به حتى لو كان بتيتر يفو سكيل فو افيك مي انديبوندامون دو تو يفو انيسي لو بروسيسو يفو كومونسي كيلكو بار. الشركات الكبيره كبيرة ديما عندها عائق هي عندها اولويات كبيره وعندها اشكاليات كبيره دو جيستيون دو غوفرنونس اللي شكلت عليهم دونك هذاك علاش تصعب شوي. لكن اني نقول اليوم يلزم اللي طون باش الدوله بالحق في الكادر تاع سيت ريفورم لا انا نقول اليوم اذا كان ما ثماش او ار بي مع الريفورم سا سا ريان باش نقعدوا نحكيو. معناها برشا حاجات ما نجموش نعملوهم ما نعرفوش قداش وين لازمنا نصرفوا شنو هما لي سونتر دو كو وكذا. اذا كان هذا كله ما نعرفوش ما نجموش نستعملوا حتى الديجيتاليزاسيون في حاجات اخرى. هذاك علاش الاولويه كون دي ريفورمي لي زونتربريز بيبليك اليوم اذا كان ما عندكش او ار بي قبل ما نقول ريفورمي هي تحط الاو ار بي. اكزاكتومون. واذا كان انت باش تحط كيف باش تعمل ريفورم قبل ما تعمل ريفورم زاد يفو انفستير زعما حاجتين راهو انفستيسمون دونك او نيفو دي زو ار بي او نيفو دي تكنولوجي ديجيتال باش تنجم انت تكون عندك اون فيزيون واضحه على فيزيبيليتي واضحه على لي زيتا تاع الانتربريز هذيك. وكيف كيف ثم ان انفستيسمون دو باز اللي ذكرناه بالنسبه للسكه واضح بالنسبه لشركه النقل زاد واضح سي لي بيس ايكولوجيك لي بيس اللي هما يكونوا افيك اون كاليتي ميو كو الموجودين اليوم. دونك ما غير انفستيسمون وما غير او ار بي je pense qu'on pourra pas parler de réforme. Mais le diagnostic est très واضح برشا اما انا ما نجمش ما نسالكش هل عندنا الامكانيات اللي تخلينا نكونوا aussi ambitieux كما توا نحكي سي معز. هو راهو صحيح صعيب والوضع معناتها صعيب والماليه العموميه صعيبه ونعرفوا هذا كل ما احنا اظهار اللي خدينا المسؤوليه عارفين علاش قادمين. ماناش جايين في وقت لا تونس عندها الامكانيات ولا عندها ماليه عموميه نتاعها باهي تعرفوا الوضعيه هذه والاكسبير في الدومين دي فينونسي يحكيوا برشا على الحكايه هذوما. احنا الحاجه اللي نحب ناكد عليها هو والحاجه يلزم عندنا الفولونتي ويلزم عندنا الكوراج باش اون ابورد سي سوجي. اون بو با ريستي بعاد الوضعيه الماليه ووضعيه تونس ما تسمحش اليوم لانجاز هالمشاريع وما نجموش نكونوا طموحين في الجزائر هذايا. صحيح ثم اشكاليات ماليه اما راهو الاشكاليات الماليه ثم بوكو دو بايور دو فون زاد كيجيو رانا راهو عطاونا فلوس وما نجمناش ننجزوهم مشاريع ولا وخرنا في انجازهم. دونك سي لا غوفرنونس. دونك ترجع انت من الاول معناتها هي كيما تقول شكون يجي قبل معناتها انا اليوم نقول لك يا خويا يفو افوار لومبيسيون يفو دير لا يمنوفو سا مانيش باش نقول خاطر ما عندناش فلوس اليوم ولا ماليه عموميه نتاعنا تعبه ما نلقاوش حلول اخرى. موجودين حلول اخرى ثم شراكة مع القطاع الخاص ثم لي بايور دو فون اليوم يجرو رانا في مشاريع مهيكله كبيره خاصه باغ اكزومبل الفيروفيير اليوم صحيح سي بليزيور مونتون معناتها مونتون كبار اما كومام معناتها ثم بايور دو فون هما مستعدين اليوم يمولونا. دونك احنا شنو يلزمنا معناتها جوست اون كروا دون نو كاباسيتي دو فير سي بروجي لا اي اون فونس معناتها وفيك الكوراج بقدرة ربي الامور تمشي كون فونابل. هي حلقه مترابطه منظومه النقل ككل حلقه مترابطه. نحكيو على النقل البري النقل الحديدي النقل البحري تو بعد نطرقوا له هو والنقل الجوي. بالنسبه دونك للمنظومه هذه اليوم المواطن بوتيتر في استهلاكه للديجيتال في تليفونه ولا بالاورديناتور نتاعو في اي بلاصه في العالم المواطن ينجم يعمل ان اتينيرير باش يمشي من نقطه ا لنقطه ب سواء كيلكو كيلومتر والا مئات الكيلومترات دوار باش يمشي في بلدان اخرى. صحيح. في تونس هذا ماهوش ممكن. علاش؟ هذا مش ممكن لكن لي دوني موجودين. هذه الحاجه اللي نقول لكم ساره نجم نقول لقيتها في الوزاره لقيت خدمك مخدومه على الاوتسكوزكي اوبن داتا وتعملت اون باز دو دوني كو ميم كي هي 95% فيابل اي فيناليزي بارابور ريفيرونسيال دي ستاسيون دو بوس باغ اكزومبل سو كي تري امبورطون. ما تقول انت على الجراند تونيس ولا على الجمهوريه نحكيو على شركه النقل الكل ساهمت فيه معناتها سو كي امبورطون. نجم نقول لك انا اليوم لا باز موجوده لا باز موجوده سوف كو افخي ثم بعض المعطيات لان اليوم مالوغوزمون
ثم سيتان ستاسيون ماهمش بيان كونو يعرفوهم الشوفره ما يعرفوهمش الاداره ساعات الشوفر بالابيتود واللي يوقف في بعض المحطات دونك يفو فريمون ان تيست تيران في كل ليني وتعمل ريفيرونسيال نتاعك تو فيناليز 100% وهذا موجود دونك احنا الفو كون ديكلار سيت باس وين ندكلاريهم معروفين هما ثم اوبن ستريت مابس تاعها نبداو بالاوبن احنا نحبوا الاوبن سوسايتي واوبن كوميونيتي بنك مصروف هذاك اول حاجه ساعه وعندك زاد جوجل وعندك ابل اللي هما عندهم دي باز دو دوني تعرفوا مليح جوجل مابس ولا ابل مابس اللي هما معروفين ياسر ومستعملين بالعالم اول حاجه يكون عنده في التليفون نتاعو وفي تونس كيف كيف احنا نعرفوا جوجل كيف كيف ويز اللي هو الجراب جوجل معناتها هذوما كلهم سيدي 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 مابس اللي مستعملين دونك احنا يفو كون ديكلار سيت باس اول حاجه دو ريفيرونسييل دي ستاسيون اي بي ابري ما ايدنتيفي لي ليني اليوم انت لا ليني كي دو ايتر ايدنتيفي ثم بعض ثم معناتها شركات قاعده تخدم اون باراليل لكن ما ثماش اون كورديناسيون هذا دور الوزاره راهو معناتها سي كو نو نو دوفون فير سا وهذا بدينا نخدموا فيه دونك يفو كون اون دون ريفيرونسييل دي ليني اليوم اس تي اس باغ اكزومبل عندها خط يمشي من البلاد من منطقه اكس لمنطقه ايغريك وعندها توقيت معين اذا كان تصير ميزاجور يلزم لا باز دوني سنترال نتاع هاللي ليني هذوما يكونوا ميزاجور اوتوماتيكمون اذا كان عنده هو باغ اكزومبل اون غريف ولا عنده اون ايميت ولا عنده مشكله في بلاصه باش يعمل ان ديتور في بلاصه لازم تتبدل اوتوماتيكمون باش الحريف يعرف انه هو راهو المحطه هذيك مش باش توقف تعرفوا معناتها هذوما حاجات يصيروا دونك هذوما هما اللي ناقصنا احنا هل الباز دوني هذه تكون ديناميك وقتاش تنجم تكون اوبيراسيونيل حاجه كيما هكا في تونس شوف توا سور سارتان ريجيون كيما مدنين باغ اكزومبل ايزون في لو ترافاي اليوم كانت تستعمل جوجل مابس ما عملوا مع جوجل ما عملوش مع اوبن ستريت دونك هذا سي ان بو ريكتيفي مش مشكله ما عملوا حاجه قدموا فما مبادره اي مبادره جاو ايزون ديكلاري تو لي ليني نتاعهم افيك لو افيك لو ريفيرونس اي افيك لي الوقت نتاع الخروج نتاع المحطه نتاع لي بيوس هذوما من حومه السوق تمشي للتطاوين قداش تاخذ وقت وقتاش تخرج وقتاش كذا ومن من محطه توقف ولا محطه باش تتعدى دونك هذا كل مخدوم اليوم على جوجل معناتها جوجل مابس اللي يكوني سا توا الهدف نتاعنا هل المبادره هذه تتعمم وتمشي للابل وتمشي للاوبن ستريت مابس وتمشي معناتها نحاولوا نوليو نعطيو المعلومه لان السائح كي يجي غدوه مش باش يقول لك يجي يضرب على جوجل ما يلقاش يقول لك هذوما بلاد هذوما مازالوا ما عندهمش حتى التكنولوجيا السائح سيد الوزير نحن حتى كي نمشيو لبرا نجربوا نسا معناتها تتراوح بريفليكس انك مثلا ما نعرفش انا في اي بلاد اوروبيه باش نمشي بلاصه اكس يغريك يعطيك بالطون ريال بالدقيقه وقت باش يخرج المترو وبعد انفورماسيون كومبليمونتير هذا هذا نجموا نعملوه مش صعيب راهو جست يفو اون كورديناسيون توا او نيفو دو مينيستير وهذايا احنا قاعدين نخدموا عليه صحيح في الاربع شهور الاولانيه اون با اوزي لونسي دي بروجي باغي في معناتها الاشكاليات الموجوده تعرفوا لقينا سيتياسيون كومبليكي مع القانون الماليه والقانون الماليه التكميلي ووضعيه البلاد وكل دونك انا تمبوريزي ان بو توا سا يتحل الملف تاع البيوتيك تاع ترونستو تحل الملف نتاع تو سكي ريفيرونس دي ستاسيون لي ديكلاراسيون دي تراجي دي بوس على صعيد الوطني تتحل اون اورا دي ريونيون عليه وبور دو تربي معناتها اون فان فير دي بون دي بيلز انونس نجمو معناها نعطيو تواريخ ولا مازال بكري شويه نجم نقول جوان بابا افون نبداو على الاقل تراو في بعض النتائج على مستوى هذا وهذاك ان شاء الله سكيفو جوان 2021 اي 21 اما يكون مش ديناميك 100% كيما يحكي هو اما على الاقل يعطيك لي ليني كي سون تيل ديكلاري على الاقل وتحسن من بعد يقرب اكثر مش طون ريال اما على الاقل يعطيك ليزانفورماسيون ذكر لي ضيفنا سي معز شخشوق وزير النقل واللوجيستيك وقاعدين نتناقشوا معاه في كل ما يهم التحول الرقمي وشنو ينجم يكون المفعول نتاعو على منظومة النقل في تونس ما يخفاش على حتى حد اللي هي منظومة تعرف صعوبات فيها برشا بشكل لكن المهم كونه بالنسبة للتحولات الرقمية في العالم أجمع تخليك تربح برشا وقت في بعض الأحيان حتى اون تيرم دو كو تنجم تربح معناها بأقل مصروف تنجم تصلح أكثر وقت اللي تعتمد على لا ترانسفورماسيون ديجيتال دونك هذايا قاعد نحط في الاطار نتاع الحلقه نتاعنا اليوم باش نحكيو على النقل البحري لانه ما يخفيكش احنا لهنا في اكسبريس اف ام نحكيو برشا على التصدير نحكيو برشا على الافريك فمش شكون يجينا لهنا وما يقولش البورت التصدير عندي مشكله في البورت عندي مشكله في بورت رادس والا في غيره من لابراد اليوم بورت رادس من تقريبا سنة أو أكثر تم تجهيزه بأن سيستم توس اللي هو دوك ترمينال أوبريتنج سيستم السيستم هذا يتحط بكلفة متاع 76 مليون دينار
ولليوم مازال ما بداش يعطي في الثمار نتاعو. شنو السبب سي موس؟ كنا نحكيو على التوس ماذا بيه كنا نعرض شويه على ستين ولا خلي مثالش ما ثم حتى قلق. قبل نحكيو على النقل البحري نحكيو على الناقل البحري نتاعنا اللي هو ستين. النقل البحري نتاعنا راهو لازم التونسي يعرفوا على اول اوكد المشاريع اللي لازم يقوم بها في الدومين ديجيتال هو انا يحط la mise en service de la plateforme de réservation propre à la CTN. Alors, au CTN, les plateformes de réservation ou avec des modalités de paiement, avec des modes de paiement chez des prestataires Khartoums. Avec des commissions, avec des commissions ou avec gérées par des concurrents, entre parenthèses, des concurrents partenaires. Donc, ça, c'est aussi une problématique. C'est une priorité. C'est un projet. À partir du mois d'avril, je vais la nouvelle plateforme. Ça, on a été fait avec le Bali de Tunis, qui a été fait la plateforme MPGS, qui a été fait قاعدين يجربوا فيها توا مع سي تي ان. دونك ا بارتير دو موا دافريل لي ريزرفاسيون على البابر نتاع سي تي ان في موا دوكتوبر باش يصيروا اترافير لا بلاتفورم دو لا سي تي ان. وهذه اول مره بايمون انترناسيونال بايمون انترناسيونال بيان سور سي اوفير انترناسيونال. و ا بارتير دو جانفي 2022 1er جانفي اوكون تيكي ولا اوكان بيي de traverser ne sera payable ou réservé que exclusivement sur la plateforme de CTN. Mais je n'ai pas de plateforme autre. Eh, mais excusez-moi, Monsieur le Président. Tu as dit qu'il n'aime pas ça. Peut-être que la CTN n'est pas intégrée dans les moteurs de recherche ou les comparateurs d'autres. Et donc, ça diminue, ça change de compétitivité. C'est pas le cas. C'est une plateforme internationale. C'est une plateforme qui est même référencée à l'échelle mondiale. Donc, ça tartine à tous les API nécessaires avec tous les moteurs de recherche, de réservation. Pas forcément. Le fait qu'il fournit une API, les revendeurs de mais la chasse se fait ma CTN directement. Exactement. La chasse se fait directement sur le paiement par les plateformes de réservation de la CTN. On va dire le أهم حاجة معناتها التونسي يروح باش يخلص التيكي نتاعو يخلص التيكي نتاعو ما يمشيش لي بلاتفورم تاع مارسي وباش ياخذ منها التيكي نتاعو العكس يدخل على السيت دو سي تي ان ويخلص التيكي نتاعو افيك سا كارت اون ديفيز واموره واضحه ما عندها حتى اشكال. هذه مهمه ياسر قبل ما نرجع للتوس بالنسبه للسي تي ان بالنسبه للستام زاد حاجه اخرى ستوس سي اون منظومه تحطت وستام اللي هي شركه بارتيسيباسيون بيبليك وتابعه تحت اشراف وزاره النقل حطت المنظومه ذي راهو كامله معناتها سور لو بلان رياليزاسيون اللي انتغري اليوم اون نيفو دو ستام دايور ستام غدوه تحتفل بالستينيه نتاعها وهذا احنا زاد ايفينمون امبورطون معناتها بور كون بويس سالوي ان في الكونتكست هذا نتاع ديجيتاليزاسيون ان ستام سي ان بارتنير سي ان اكتور تري امبورطون qui aussi, bien sûr, a connu des difficultés que Matarf Mahdi-Melmoua-Sasset, mais il a fait de son mieux pour améliorer ses performances. Lui, ce qui est important à dire, c'est que c'est un mandou mahadr. شفتها وجو عينها وتخدم 100% صف يلزم باش تخدم منظومه كيما توس يلزم لي زاكتور الكل اوتور دو سيت دو سي سيستيم انتغر لي انفورماسيون ويسترالو انفورماسيون. اليوم مازلنا في تونس تعرف ثم ريزيستونس او شانجمون كي تري امبورطون تحط الميور سيستيم دون لو موند انتيرن ولا البرا الريزيستونس افيك افيك لي اغلبيتهم برا سي دي زاكتور اللي هما في المنظومه نتاع البورت اللي هما ما يستعملوا نورمال لازمهم يستعملوا التوس لكن ثم شويه ريزيستونس ثم شويه اشكاليات انترن مي بل نقول اليوم لو سيستيم اللي لا ثم سارتان ريزيستونس او شونجمون il faut persévérer, il faut aller vers des pour encourager maximum des acteurs ou qu'elles aiment حتى نقصوا les différents modes الاخرين اللي هما مود manuel ou mode العواني اذا جمع تقول ولا traditionnel voilà ou تخلي le numérique اللي هو qui est le seul mode de fonctionnement au niveau du port. Donc هذايا احنا توا توجهنا خلينا الحق وقت باش ستام تحضر روحها كيما قلت غدا اون فيت لا 60e anniversaire عندنا programme de réforme كبير للستام et donc un des piliers de cette réforme de ces réformes là c'est aussi l'utilisation du digital et du TOS. باهي نجمو نشوفو نهار البورت كيما بورت رادس ولا غيره من المواني نتاعنا في تونس جيغي كيما برشا في العالم غير ما تشوف حتى حد على الارض كله يا اما ديستونس والا نوميريك اوتوماتيزي. هو ديجا ندخلوا على التوس اليوم نجمو نلقاو لي كونتونور كلهم او سان دو سيستيم ريفيرونسي ونعرفوهم بالبلاصه. المشكله من بعد هو البروسيس
كيفاش انت تو تي فاجيري لو بروسيس نتاع خروج هالكونتينر هذايا وين مشى وكيفاش والديوانه وخلص وما خلصش ومشى وركب بعد الكارغاميون الفلاني سي لا شين كي بروبليماتيك اجوردي مي لو فيت ان انت تهبط تستام تهبط الكونتينر تحطه على الكي وعنده ريفيرونس وموجود نعرفه وين ده يخدم راه سي لا شين مانتنون دونك il faut qu'on intègre le TOS dans les différents dans les systèmes les différents systèmes de la chaîne logistique ou toi li معناتها بالحق وقتها نجم نحكيوا على une performance de bout en bout خاطر اللي يصير اليوم شنو هي سوفي انت تنجم تعمل لو ميور عز تام في العالم وتحط بعد منظومه وراها ني با كوريكت سي كل شين كل تطيح البيرفورمانس نتاع لا موفيز شين هي لا موفيز معناتها انه هو اللي يعطي لا كاليتي توتال دو لا شين وهذه معروف الكاليتي معناتها سي دو بوت اون بو معناتها يلزمك تو تاسور ان ديفيرون اكتور دو لا شين الى سور ان سارتان نيفو دو اس ال اي معناتها في لا كاليتي سي معز هو القايد معناها لا بارتي لوجيستيك او نيفو دو لا ستام مالوغوزمون بون هذا سي ان رابور دو دو لا بانك وورد بانك لا بانك مونديال Il montre qu'il y a eu une régression indépendamment du TOS. Aujourd'hui, on a parlé des bateaux cette année 18 jours, donc on rade en moyenne. Il y a 10 ans, il y a 10 à 12 jours. Dans le Maghreb, 6 à 7 jours. Oui. Indépendamment du TOS, les délais sont élevés. Est-ce que le volet de digitalisation il va permettre de pallier à ça ou est-ce qu'il y a des actions autres qu'il faut faire pour qu'il puisse utiliser le TOS سخنا بدا واضحين هذوما لي زانديكاتور نجم نعطيك معناتها ان الوضعيه السنه 2020 اللي تي كاتاستروفيك جوسكا ا بوبري حتى الموا دو نوفمبر ا بوبري باش نبداو واضحين احنا ريكوني راهو لي بيرفورمانس تاعنا دايور جو دوموند على ستام دوفريغ الماكسيموم دو دوني سور سي بيرفورمانس باش الناس تعرف كيما قلت راهو ستام سي ان اكتور بارمي دوتر دون اون شين Donc les performances de la stam, qui est stam, ça va pas, chaîne bien sûr, colle ça va pas. Et quand tu as de stam, béhia, ou chaîne ça va pas, rao, kif kif, pas de chai. Alors par la chaîne ça va pas, est-ce que Diwan a un d'adour Colle-homme, la chaîne le transitaire, le transporteur, colle-homme, rao, colle-homme, rebote à barre. Quand tu as un conteneur, tu as mal le douane monté, tu as mal le colle-chai, on va dire transporteur, mais j'y kiffe. Ben kif kif. Et quand tu as des capacités de magasinage, voilà, de logistique, de stocker les wahdet. Donc maintenant, jamais je peux stocker la performance de ta table. Donc, tout le monde est en train de se faire. On reconnaît que l'indice logistique de ta blé, c'est un peu plus. Nous sommes en train de se faire un peu plus de la blé. Mais face à ça, il faut agir. Face à agir, je m'attends à agir. Agir, bien sûr. TOS, c'est une opportunité. La réforme de la STAM, c'est une opportunité. La restructuration de la STAM, c'est une opportunité. Également, les quais 8 ou 9, l'IUM, ce sont des opportunités importantes. L'IUM, il y a un autre fil charte, le mine IMTAN, ou bas des activités qui me portent Sreira, par exemple, ou la porte Benzarat, ou la porte Sfex, ou la Douma, Abrat, Matam, aujourd'hui, nous avons une capacité qui n'est pas à 100% exploitée, peut-être. Donc, avec tout le monde, je vais faire les rades, je vais faire les différents délais, je vais faire les délais, ou je vais faire monsieur Restari. اللي هو اللي تاكس اليوم نخلصوا فيهم معناتها خاطر موفي جيستيون بعد ساعات راهو خاطر ما خلصش البابور خاطر الترانسفير اترافير لا بانك سنترال ما صارش في وقته يقعد البابور ويقعد بيناليتي ويقعد البابور لستام حاضره والناس كل حاضره والديوانه وكلهم حاضرين مي اذا كان انت ما تخلصوش كيفاش تحبوا يدخل هو راهو الناس ما يراوش هذا الكل كي تغزل سور لو ماكرو الكل اون لو مي سور لو دو دو لستام كان نغزلوا ندخلوا في الشين ونشوفوا دوسي بدوسي علاش صار التاخير هذايا نلقاو بليزور ديفايونس راهو مش كان في ستام وهذا هو المشكل اللي لازمنا ما نغطيوش العين الشمس الغربال الموجود توا سور بلون وشنو الحلول باش نرجع لك جنيد فاصل قصير باش نرجع زادة على العامل البشري مهم جدا لانه زادة وقت اللي نحط منظومه مهما كانت متطوره المنظومه المعلوماتيه فما زادة التصرف البشري في المنظومه هذه مهم ياسر فاصل مع وليد برحومه على اكسبريس اف ام مواصلين معكم في ديجي لاب ومواصلين مع ضيفنا سي معز شقشوق وزير النقل واللوجيستيك داير من الأسئلة اللي طرحت في اللايف تنجموا تتابعونا بالفيديو شنو المقصود باللوجيستيك داير هذا يمكن يلزمنا نوضحوها لأنه التوانسة يعرف وزارة النقل ومن أول الدنيا كانت تسمى وزارة النقل تزاد لها اللوجيستيك بتاتر نجموا في بعض الثواني نوضحوا التسمية هذه هو اليوم النقل معروف كما قلت لوجيستيك سي فري معناتها تزادت لكن اللوجيستيك راهو تونس قاعد ثم عدد من الوزارات عندهم زاكتيفيتي لوجيستيك اليوم كي نغزلوا وزاره التجاره ولا وزاره الفلاحه ولا حتى ولا وزاره الصناعه كلهم عندهم زاكتيفيتي لوجيستيك ولا هما تمحوروا خاصه في لي ديبو اي لي زونغار دو ماغازيناج ولا دو تريتمون دي ديفيرون برودوي مارشانديز دونك قبل باش بور اوبتيميزي لي سيركوي دو ترونسبور معناتها انت اليوم كان باش توزع
دي برودوي في منطقه معينه ماذا بك تنقلها مره واحده ومن بعد تولي تخرجها بشوي بشوي ا بارتير دان بوين دو احنا تونس نوك عملنا دي زيتود والحمد لله معناتها ديبوي دي زاني توا خمس سنين ست سنين ونخدموا على الدراسات هذوما الدراسات الكل تعملوا لي كونسلتاسيون تعملوا مع لي ديفيرون اكتور نوتامون السيكتور بريفي خاطر لوجيستيك سان دومين كي اكثر يتطور بالخواص احنا كدوله اون جو لو رول توا دو انكوراجي لا لوجيستيك اي دو كوردوني اون استراتيجي ناسيونال على تخلي لي زوبورتونيتي دو لوجيستيك مش كل واحد يعملهم على داير راسو على الاقل تبدا اون ابروش بلو كوردوني اي بلو ميتريزي خاطر اليوم كنخليو مثلا لي اكتور كيما لي غون سورفاس باغ اكزومبل لي يعملوا في دي زونغارد بور ستوكي دي مارشانديز اليوم هل لي مارزونغارد هذوما معمولين في بلايص بيتيتر سو با اوبتيميزي ان تيرم دو ترونسبور احنا بور لي غيدي مش معناتها فايده طاقه ارض تمشي تعمل investissement العكس احنا ماذا بينا تكون لي زون دي زون ايدنتيفيي في البلاد مش كان في تونس موجودين في العاف الجمهوريه الكل ولي زون هذوما يكونوا اميناجي سواء بالنسبه للترونسبور في الروفيير نتاعهم الطرقات نتاعهم فاسيل اكسي مش تعمل زون لوجيستيك ومن بعد تخنقها بلي زون بوتياج عم طلع دوما باغ اكزومبل على الشرقيه اليوم الشرقيه اليوم مخنوقه اوغوزمون حلوا منه ومنا من شيرتين لكن مشكله دونك احنا كيف كيف يمكن نجي نقولوا زون لوجيستيك ونجي نقولوا باغ اكزومبل لا زون دو بوشم في جيبس اللي هي توا احنا اون كور دو رياليزاسيون ولا زون دو كركور هل لي زون هذوما اونت تي بيان ايتوديي بور لي ديسيرفير باغ لي فيروفيير باش يكونوا الطرقات نتاعهم اقرب مطار وينو اقرب ميناء وينو خاطر كي باش تجيب بضاعه وانت اون فالي تريتي معناتها يلزم ثم توت ان تريتمون يصير في لي زون لوجيستيك هذوما دونك هذاك علاش في اليوم الهدف نتاعنا في الخطه الوطنيه هذيا ان نحثوا الشبكه نتاع اللوجيستيك ونقربوا الخدمات اللوجيستيك اكثر ما يمكن للشركات اللي هما المستثمرين نتاعنا ونربطوهم بالوسائل معناتها بالمواني ولا بالمطارات. باهي حكينا قبيليك على التوس والمنظومة اللي تم تجهيز بها الستام دونك بالنسبة لللوجيستيك بالنسبة للبرات قلنا مهم جدا كونه العامل البشري وقت اللي نحطه اون ترانسفورماسيون ديجيتال وقت اللي نحطه منظومة معلوماتية كونه العامل البشري إلى دير هاسيت سوليوشن ما يكونش بالعكس يعطلها لأنه فما ديما تعطيل فما شكون ضد هالتحولات هذية مثلا فما البروجي المشروع نتاع السيكوريزاسيون والسيرفيونس انتيليجنت في اكثر من برد يظهر لي رادس حلق الواد وبنزرت هذايا شنو اللي يخلينا نضمنوا كونه العامل البشري باش يساعد كونه هالمنظومه هذه باش تنجح ما يعطلهاش. شوف هي مش سهل الكلام اللي تقول فيه وهذا مهم ياسر صحيح في اي بروجي دو ترانسفورماسيون ديجيتال يا توجور دي ريتيسونس يا توجور دي فران فيزافي دو شونجمون كي تجبد الموضوع نتاع المشروع اللي هو مشروع مهم دايوغ قريب يوفا ان شاء الله في فيفري تكون سير تشين واحنا صار تاخير بشهر اشهر الاخرانيه هذوما البعض الاجراءات مرتبطه بس فيفري ولا ابريل احنا في فيفري هو نورمالمون في فيفري حقو ونعرف اللي هما مش بيخلطوا فيفري انا ثم اجراءات على مستوى لجنه الصفقات دونك ثم اشكاليات احنا ان شاء الله نتجاوزوهم خاطر حتى فريمون حاجات بتيتا هي لا تخلي مشروع اللي هو في اخر لمساته معناتها ما عندهم زالوا 90 اونيا 95% ولا 90% دو رياليزاسيون دونك المنظومه هذه ان فوا تحطت صحيح يلزم ثم وعي يصير على مستوى المشكلة احنا شنو اذا كان تحط دي كاميرا يقول لك سي بور مي سيرفي لكن انت ميم طون تحمي روحك بالكاميرا دوك كي نجي نحطوا اليوم احنا دي سيستيم انتيليجون بور كابتي معناتها لي زاكتيفيتي في بعض الاماكن اللي هي حساسه كيف اليوم نحكيو على الدرون واليوم كيف اليوم في لابرات اليوم علاش ما نعملوش ان درون كي سيرفول نو بور والدرون هذوك يكونوا فيهم دي تكنولوجي اللي هم يخليوه حتى في الليل تصير عمل دي سيرفيونس معناتها اوتوماتيك تحمي المواني نتاعنا وتعرف معناتها سي دي بوان نوفرالجيك راهو دو 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 نيفو دو نيفو سيكيورتي اذا كان معبر لا سي سي نتاعنا ما نحكيش على سوفرينتي راهو اذا كان ما عندكش منظومات متطوره ولي درون ان شاء الله يسوغون يوتيليزي في تونس في هذا دايوغ ان شاء الله غدوه نخرجوا لو ديكري pour consultation بالنسبه للدرون ça c'est très important d'ailleurs demain inchallah ça sera affiché sur legislation.tn donc c'est un avis pour les commentaires خاطر تعرف c'est très important ان نحطوا منظومه الدرون في تونس اليوم ونوضحوا ان هي راهي سيت اون اوبورتونيتي دانفستيسمون ماهيش اون اوبورتونيتي كي اون بو با تبارلي اجوردي دو ترونسبور انتيليجون اون بو با بارلي دو ترونسبور دو فيتور اذا كان ما تكونش عندك تشاريع خاصه باللي درون وهذايا احنا توا حاضر نص غدو يخرج ان شاء الله للعموم دونك نقولوا اسكو الدرون معناها توا باش نعملوا له ان كادر جوريدي
بالبريك والا والا ساسخا كو بور في الكادر تاع البروجي هذا لا لا الكل كل 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 بمعنى كل صفة عامة غضو يخرج النص اللي هو باش يتبع اللي هو خدموا عليه بوكو عديد من الخبراء وخذينا اراء عديد من الهياكل خاصة الامنية والدفاع الوطني وكل ما تعنا ليزافي حبوا اليوم نخرجوه للتوانسة خاصة اللي هم مهتمين بهالقطاع هذا وثم تعرف شبابنا يحب معناتها اليوم يراهن على التكنولوجيا وخاصة الدرون باش يقولوا باش تستعمل الدرون هاو شي لازمك تعمل المواطن العادي هنا نحكيو على مواطن مواطن عادي مستثمرين اي واحد بالضبط اي تونسي معناتها باش تستعمل انت اليوم سكوب اليوم تاعتنا غدوة باش تخرج التشريعات اللي تهم الدرون حاضر هو غدوة ان شاء الله تخرج في الليجيساسيون بونتين اون فا كومينيكي على هذا باهي مهم ياسر ما نجموش نحكيو على الموانئ من غير ما نحكيو على بورت نفيذة وين وصل معليش التوى مازال ماناش قاعدين نشوفه في تقدم واضح بالنسبة للبورت هذا اللي عنده سنوات توى وإحنا نحكيه عليه ومازال مرينا احنا قاعدين نقدمه صحيح وخرنا لكن قاعدين نقدمه دو على الأقل في الخمسة أشهر ذي بورت نفيذة مشروع نفيذة معاش نقول بورت نفيذة مشروع نفيذة من أولويات اليوم تاع المشاريع المعطلة لازمنا ننهضوا به صارت عملية تشكيك كبيرة قبل في البورتون فيذا هاو ما يجيش هاو ما عرف شنو وكل مرة نسمع حاجة معناتها الحق توا احنا يظهر لي متأكدين من هذا الدراسات تحينت الأمور كلها حاضرة عملنا أنا بيلا كونكورونس وثما ستة حبوا دي كونستركتور حبوا يكونوا متواجدين في الواحد ثلاثة منهم متواجدين في تونس اليوم وقاعدين يعملوا في القياسات باش يعطيوا عروض نتاعهم وهذوما مشغلين معناتها دي كونستركتور مونديو معناتها خدموا أفرات كبيرة وفي العالم نحبوا نأكدوا عليه نحن زادة ونا في أنا بيلا كونكورونس بور شوزير اون بونك دافير وهذا اون كور زادة كيف كيف البنك دافير دونك اون تران دو بويي شوزير لا بونك دافير كي فا نوز اكومباني بور شوزير ليكسبلوطون احنا ما نحبوش نبنيو بورت ومن بعد نلوجو شكون باش يستغلوا احنا باش نبنيو بورت ونجيب المستغل زاد باش يخدم عليه خاطر البوتونسييل تاع بورت نفيذة كيما قلت دايور اللي هو راهو مش للبورت اون ميم راهو للزون لوجيستيك اللي بحذاه راهو للمطار اللي هو تبناه هذه معناتها راهو مشروع متكامل اذا كان انت عندك مشكله في المطار اون بارل بلو دو بورت وبورت زون لوجيستيك اذا كان عندك مشكله في المستغل نتاع الميناء كيف كيف اون بارل بلو دو زون لوجيستيك اللي هي خاصت لها الدوله 2000 هكتار دونك لو بوزيسيونمون تاع نفيذة بالبورت وبالزون لوجيستيك والمطار راهو سيتان بوزيسيونمون اونيك استراتيجيك ا لون تيرم للدوله التونسيه ما نجموش نحكيو اليوم على التموقع التونسي تونس في الميديتيراني ما غير هال تروا كومبوزونت هذوما كي ما نحكيوش نحكيو على ان بلاتفورم دو تصدير لافريقيا ما غير ما تكون عندك اون زون لوجيستيك اللي تهز الكاباسيتي لافريقيا وهذاك علاش احنا اليوم مامنين البورت وحده لا بورت مع زون لوجيستيك افيك مستغلين دو ستاندينغ انترناسيونال ومع حلين اشكال نتاع مطار نفيذة اللي هو تعرف الوضعيه نتاعو وملف المحاله محلوله السيد الوزير سامحني اما ما 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 معناها يقول قائل تو البورت والمشروع هذايا صافي دي زاني نحكيو عليه اونتر طون شنو اللي صار يا يو ان بور في طنجة يا يو ان اوتر بور في مالطا اسكو لوبورتونيتي مازالت اصلا هذا ايش حبيت ناكد عليه راه دراسات تحينت ولوبورتونيتي اي وراهو ما غير بورت نفيذة نجم نقول لك نوليو تبعيه غضوه للجزائر ولا ايطاليا ولا لفرنسا ولا اي بلد في البحر المتوسط. اللي انديسبونسابل. اللي انديسبونسابل لان ابراتنا الكاباسيتي نتاعهم نعرفوه. وزاد فوق هذاك لي زون لوجيستيك اللي هو توا احنا نحبوا نعملوهم معناتها لا زون لوجيستيك الكبيره موجوده على بورت نفيذة. هذيك هي هذاك المخزون اللي عندنا. لكن شنو الافونتاج كومبيتيتيف اللي باش يكون عندنا بارابور على لي كونكورون اللي سبقونا اليوم؟ المطار مع زون لوجيستيك دو 2000 هكتار مع البورت مياه عميقه بحذا بعضهم في الموقع هذاك بالذات باش يعطي الدفع الاستراتيجي ومع ربطهم بالسكك الحديد من المشاريع اون كور زاد هي كيف كيف عندنا نفيذه قروان وعندنا زاد كيف كيف مشروع مع نفيذه باش يعاود بارابور للربط مع المطار وتونس وسوسه دونك هذوما كلهم مشاريع اللي هي مع بعضها لازم تتعمل باش نحطوا لا بلاتفورم هذيا وصحيح ثم كونكورونس كيفاش قلت لي؟ معناها باش يكون عندنا اون سوليسيون اونيك هذيك السوليسيون اللي موجوده اليوم ما نجموش حتى كان توجد سوليسيون اخرى غدوه نجموا نحكيو في جرجيس باغ اكزومبل وكابس لكن البوتنسيال موجود لكن معناتها بارابور اكثر لليبيا بارابور اكثر للجنوب كي تحط اليوم مطار نفيذ بحذاه زون لوجيستيك دو 2000 هكتار بحذاه معناتها لا زون اندستريال نتاع نفيذة وزيد عليها قربها للقروان والعمق الاستراتيجي لبلادنا يعطي راهو دفع اخر وهذاك علاش احنا متاكدين من هذا واضح فاصل قصير وباش نواصلوا معك في اخر جزء من حوارنا اليوم مع سي معز شخشوق وزير النقل واللوجيستيك Vous avez besoin d'une copie de vos données récupérables à tout moment et sauvegardées en Tunisie Nextstep vous propose sa solution cloud Next Backup, une solution sécurisée et personnalisable de sauvegarde de vos données et systèmes. Next Backup de Nextstep est basé sur les dernières technologies du cloud computing, garantissant ainsi la sécurité et disponibilité de vos données à tout moment.
Next Step, more than a cloud provider. Quelle que soit la taille de votre entreprise et le secteur de votre activité, avec Dell Technologies, vous bénéficiez de technologies reconnues, de conseils et d'accompagnement individuel pour assurer votre digitalisation. Grâce au portefeuille Dell Technologies et les PC Dell dotés de processeurs Intel, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous, votre business. Dell Technologies et Intel, votre accompagnateur de transformation digitale. هذه ديجي لاب مع وليد برحومة على إكسبرس اف ام. مواصلين معكم في ديجي لاب وضيفنا سي معز شقشوق وزير النقل واللوجيستيك. رحب كذلك بزياد باشا وجنيد يعقوبي حاضرين معنا كيما كل نهار اثنين في الاستوديو. ما زالونا اقل شويه من 12 دقيقه باش نحاولوا نتحكموا فيها باحسن ما يمكن مع سي معز شقشوق. قبل ما نسكر الملف نتاع النقل البحري اذا كان مازال فما تساؤل بسيط والا نمشي وخاطر مازال ورانا الايريان زاد اللي لازمنا نحكيوا عليه. انا عندي سؤال صغير اون جينيرال باش نبسط حتى العباد اللي يسمعوا فينا. حسب رايك حسب الاكسبيريونس اللي انت معناها عملت برشا وزاره معناها في الدوله التونسيه خدمت برشا, حسب رايك شنو هو الفران هومان وقت اللي نجيو اون في دو لا ديجيتاليزاسيون وعلاش؟ علاش فما عباد ما همش ابت نعرفوا اي سيستيم معناها ما يقبل معناها اي وقت اون ديبلوا اي سيستيم يد لا ريزيستونس, مي لا ريزيستونس علاش موجوده وشنو هما لي ريزون دو سيت ريزيستونس؟ نحي كاسكيت وزير نحي كاسكيت وزير واضحين باش نتكلم بكل صراحه. انا رايي فرونشمون يا بوكو دو pour parler maintenant il y a beaucoup de digital mm. ah, digital c'est pas rare de parler c'est réalisé exactement avec le digital ok n'est-ce que le digital ça bien sûr c'est bien sûr ça ma sensibilisation les par contre les acteurs les principaux acteurs du développement du digital fitouns il y a que هذا الغلط. انا نقولها وني ولد ولد الدومين يحكيو اكثر من اللي يفعلوا على ارض الواقع ولا هذا القطاع الخاص نغزل له معناتها اليوم انا كي رادي ستارت اب ورا ستارت اب باكت ورا عديد من الاشياء وسي بيان سي تري بيان سو كي سباس ان تونيزي اكتوالمون مي اعطينا في الاخر لي رياليزاسيون تقول لي ثم دي فران على رياليزاسيون ايش نحكيو فيهم هذاك بالحق وين نحكيو اما كان باش نقعدوا نحكيو لو ديجيتال دون لو سون جينيرال راهو مش باش نقدموا على ذاك اسئلتك انا من لي فران مثلا البيمون صحيح مثلا بريك حكيت على الدرون اللي هي نتندروا بها اليوم في تونس اللي هو يقول لك عندك ديجيتال وكل شيء مسجل قدامك. مي كنقول فعلا اش معناتها نقول فعلا معناتها اليوم انت حتحب تعمل درون ايجا نعمل درون ايجا نحكيو على الفران تاعو اذا كنت تخوض الامر بزومبل اللي باش يخرج من عند وزاره النقل فيه دي فران ايجا نحكيو عليهم ايجا مش نقعدوا نتفرج نقعدوا نستناو ما عندناش درون كيما تو ما نقولوا ما عندنا مده واحنا نسمعوا ما عندناش باي بال جابتش باي بال انا قداش نقولوا باي بال باي بال وين قداش من كومباني تعمل نو نو مي سي سا لو بروبليم اعطيني انا اليوم سيدي ما عملتش باي بال بوتيتر سي اوبورتونيتي ما عندكش باي بال ايش عمل لو كونكورون دو باي بال بريد تو سي عامله تي دي 17 بوركوا ني با اون ادوبسيون كبيره لا دي 17 هذه هي رياليزاسيون ناقصين نحن اليوم بوتيتر سور لو بلان ديسكوسيون نحكيو برشا في اللي تسمى شعارات خليناهم وهذوما نحكيو على كيما ستارت اب وغيره وغيره اوكي سي بيان ما عندناش مشكله باش نحكيو في هذوما لكن اعطيني رياليزاسيون دو سا فري شنو هو الانجازات. انا سؤالي سيد الوزير بريسي علاش فما في برشا مينيستير توانسه وبرشا شركات تونسيه كي نجيو نحطوا سيستيم ونقولوا للعباد استعملوا فما عباد ما تحبش تستعملوا على خاطر il va معناها تراسي توت لي زاكسيون معناتها كي تحطوا سيستيم معناها سيستيم ام بي بي ام مثلا نتاع بروسيس مانجمنت باش تبعوا ان بروسيس معين على خاطر باش نفرضوا على الاعوان اللي قاعدين يخدموا في الاداره هذيك ولا في الشركه هذيك اللي تبع الدوله انهم يتبعوا بروسيس معين ما يخرجوش منه. علاش تصير ريزيستونس هذه؟ شوف انا نعطيك سامحني باش نقص عليك انا حكيت نحكي على وزاره النقل باغ اكزومبل لان وزاره النقل قلت لك تو حكيت لك بكري لي دوني موجودين وفير وما نعرف شنو معناتها كنا نجموا دايوغ لي دوني نجم اتو مومون تاخذهم اي اي مستثمر ياخذهم راهو ويعملهم المشكله وين احنا نقعدوا نحكيو على ديجيتال ترانسبورتيشن وسمارت ترانسبورتيشن ونحكيو نحكيو 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 وسنين الله ويجيو دي زيفينمون مي سور لو كونكري ما ثم شيء. جي تضرب جوجل كيما قلت لك انا اضرب اوبن ستريت ما تلقى حتى شيء. عاد سامحني فاش قام ناخذ في الشعارات سمارت ترانسبورتيشن انا بعيد على الواقع دونك سي لا لو بروبليم لو بروبليم احنا ناخذوا برشا شعارات ونحكيو عليهم لكن في لو تيران يبدا حتى بسيطه حاجه بسيطه تعمل ما تعمل اليوم لي زابليكاسيون موبيل نتاع لي سويفي دي بوس تعملت حاجات وينهم علاش ما كملوش باسكو اون بارل با دو سا ان فيت
On veut dimanche nous faire des chiarats, nous faire. Quand on lance un projet, il faut penser à tous les dans les éléments du projet. Le projet il se met d'em, on va dire mot ici le marketing est au, il se met une charge. Femme ta mère. Jeunet, nous on tire. Tu l'as rien toi. Ils aiment on tire. Beh, le نقل الجوي في العالم أجمع يظهر 2020 سنة كارثية وهذه على العالم كل. Beh, بالنسبة لنا إحنا في تونس شنو المشاريع متاع التحولات الرقمية اللي تنجم تمسها القطاع هذا نحكيه على الأقل المطارات اليوم في علاقة باللواسيا ديوان المواني الجوية ولا والمطارات. شوف قبل ما نحكيه على المطارات ونحكيه على تونسيا باغ اكزومبل نجبد النقل الجوية هي توا وضع تعرفوا صعيب برشا وكما نقلت الكل اليوم تونسيا تعرفوا اللي يعرفوا نتبعوا في البورصة الكل تونسيا لي ستات سانتيز نتاعها 2018 2019 في ميم 2020 ماهمش حاضرين. علاش؟ باسكو اون امي ان ار بي كي نا با ايتي ميتريزي اون انترن ولا ثم من ريتيسونس او شانجمون وحبوش يستغلوه وما خرجش لي ستات سانتيز. دونك اليوم نقروا احنا مع شركه كوتي اون بورس وما عندناش لي ستات سانتيز نتاعها من 2018. انا نعذر الكوميسير او كونت اللي يجيو يخدموا ما يلقاوش ستات سانتيز. اعطيني كونتيني ستات سانتيز ما ثماش توا ما تصيرش. احنا توا الحمد لله معناتها توا الاقل تحركت الامور وعطى صحه البي دي جي نتاع تونيسير حطت هذه من الاولويات نتاعها ولازم نخدموا عليه. دونك لي ريزيستونس او شانجمون في كام تاع او ار بي نقدروا وين وصلتنا. فرحانين توا الناس اللي هما معناتها وصلنا اليوم افيك 3 اكزرسيس ماهمش معناها حتى فكره وناس حاطه فلوسها في البورصه. دونك ثم اشكال لنا كبير وهذاك علاش راهو الامباكت نتاع ريزيستونس وشونجمون ولا هاليميغراسيون لازم نقوموا بهم. لازم يكون كاتاستروفيك. سي كاتاستروفيك. انا اليوم جو بريفير ميغري افيك دي ميتريزي لي ريسك كو دو نو با ميغري ونقعد اون اتونتيزم سوا ديزون بور ميتريزي لو بروسيس ولا بور فير. فما برشا دي فران. المشكله ماهيش في الاو ار بي لهنا. المشكله في عدم معناها اعتماد. اكزاكتومون اكزاكتومون هذاك الاشكال معناتها نحكي اليوم انا كي تحط تشري ان ار بي يفو لوتيليزي يفو لادوبتي. اليوم كيفاش يخدموا لي ريبريزونتاسيون تاع تونيسير في الخارج هذه كيستيون. بان او ار بي فلوس كبيره راهو تعرف معناتها اليوم احنا نحكيو على الوضعيه الماليه صحيح واضحه صعيب واحنا الدوله التونسيه واقفين مع تونيسير ونحبوا ندعموها ونعاونوها وباش تصير ان شاء الله قرارات قريبه باش نوريو الدعم الدوله للتونيسير. لكن في نفس الوقت اذا كان انا اليوم راه ثم ان انفستيسمون كيما ان ار بي وما يصيرش استغلاله جو بوز اون كيستيون. دونك هذا من اولويات وضم الاداره العامه. مره اخرى للغوفرنونس نتصور زاد معناها على خاطر لازم بوغ لازم المانجمنت هو اللي من فوق هو اللي كي امبوز للعباد الكل حتى نوصلوا للاجون الاخراني. هذاك علاش يفو بوكو دو كوراج مالوغوزمون في تونس احنا الانفيرونمون تاعنا ما يشجعش لي بروميي ريسبونسابل باش ياخذوا قرارات صعيبه من النوع هذا ويقولوا خلي جو جير لو كوتيديان والوقت يمشي والوقت يمشي الوقت يمشي ومن بعد كاسكو اون سوغ دوفيك دي سيتياسيون بلو كومبليكي. اليوم لا ديريكسيون جينيرال دو تونيسير اللي ان تران دو بوندر لي ميزور كيل فو بور فريمون باش تخرج هاللي زادت سانتيز ويصيروا لوديت نتاعهم وتنشروا على العموم كما تعرفوا كما الريغلمونتاسيون تقول. باهي هذا بالنسبه للتونيسير. بالنسبه للمطارات بالنسبه للو سي ا جو بونس كو ثم ان ترافاي كي في مي احنا اليوم كي بيان في دايور بار لو سي ا مي او ميم تان ثم اشكاليات من نوع اخر معناتها في الواسعة اليوم كيفاش اون اوبتيميز بلوس معناتها لوزاج نتاع المطارات نتاعنا كيفاش اون ايساي دو ماكسيميزي لانفورماسيون للكليونات نتاعنا. ثم عديد من الانيشيتيف تعملوا نشكرهم دايوغ الادارة العامة للواسعة من قبل دايوغ من 2017 وكل وخدموا على دي ابليكاسيون موبيل وكل شيء. جو بونس كو يا دي شوز افير اكثر من معناتها من التعمل والبوتنسيال نتاع المطارات نتاعنا خاص كبير ياسر معناتها واللوزاج دو ديجيتال هو اللي باش يخلي المطارات نتاعنا تشعل. اليوم مازلنا نحكيو على مطارات كيفاش نحاولوا نجيبوا لهم طيارات. هذه الاشكال الكبير كيما تبرقه كيما مالوغوزمون احنا وضعيه مش باهيه اليوم. لكن زاد في نفس الوقت لازمنا نخموا بلوس دو كومون اوبتيميزي الانفراستركتور اللي عندنا وكومون انتروديير دو لينوفاسيون بور اميليوري لي بيرفورمانس نتاع مطاراتنا. مادام نحكيو على الايريان مادام نحكيو على النقل الجوي تحكي برشا زاد من ضمن ما تحكي على الاوبن سكاي. هل انه اليوم احنا ساعه يلزمنا نعرفوا فانا وضعيه احنا فانا مرحله ولانه متحضرين احنا اذا كان مثلا في تاريخ معين باش نبداو في هالوبن سكاي لانه متحضرين تكنولوجيا على الاقل. شوفوا وضعيه الطيران المدني في العالم كلها مش باهي. دونك لوبن سكاي اليوم حتى لو كان حاضرين اليوم ثم بوكو دو ريتيسونس من لي كومباني اريان دو ديكسبلوتي معناتها لي زوبورتينيتي دو اوبن سكاي وغيره. احنا بعثنا كل شيء حاضرين بالنسبه للاوروب ثم زاد حتى دي ديسكسيون ان شاء الله نحلوهم على قريب مع لي زيتازوني دامريك معناتها بور اوفغيغ دي زوتو دوتر اوبورتينيتي فيغ لويست. اي دونك سور لو برانسيب اوني داكور مي اليوم عمليا لوبن سكاي موش باش ينقذ تونيسير.
باش نكونوا صراحه مع بعضنا مش باش يطور زاد ريتيسونس خايفين على تونيسير من الاوبن سكاي مانيش خايفين على تونيسير العكس سافا كري دوتر اوبورتونيتي اللي انا تونيسير ال دو سو سبيسياليزي دون ان كرينو كي ني با مش قاعد يستنى في الاوبن سكاي هذه في استراتيجي نتاعنا دونك احنا ماذا بينا تونيسير يزاها من خدمه لو كوست يزاها من خدمه الشارتر اليوم تونيسير الفو ميو كو سا وهذاك علاش نحبوا احنا اليوم نركزوا في التخصص في لي بريميوم في البزنس لازمها تتحسن الكاليتي نتاعها وتخرج من الكرينو اللي هما اليوم مع هكا وصلوا. في تونسير تو في البزنس راه ما فيش فرق بين الايكونوميك والبزنس. لا نعرف اليوم وضعيه كارثيه ما نجموش نحكيو على حد شيء احنا لا عملنا سبيساليزاسيون في اللو كوست ولينا احنا ننافسوا في لي كومباني لو كوست دونك اللي هما يشملهم الاوبن سكاي ولا عملنا لا منا قعدنا معناتها نوصل استراتيجي كوميرسيال. كي تعمل الاوبن سكاي شنو هو تربح البلاد وشنو اللي تخسر؟ Peut-être que les Tunisiens ont trouvé des opportunités autres pour faire des partenariats, pour faire des trajets à l'Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont aller au Maghreb, ou à l'Algérie, ou à l'Algérie. Peut-être qu'ils ont trouvé des opportunités autres pour garder la moitié pleine. L'essentiel pour nous, c'est de mettre en place la stratégie commerciale pour l'avenir de Tunisie. Nous allons faire ça à partir du mois de juillet, août. Dès qu'on assure, on va assurer la saison d'un plan de vue logistique et technologique. Hadri, sur la technologie par rapport à l'Open Sky. Oui, mais il n'y a pas de problème. Hadri, je ne sais pas si on a un problème. Donc, nous allons réellement notre plan de vue. Je ne veux pas dire que c'est notre partie. Ça y est, la valeur est positive. Nous allons faire la communauté européenne. Je ne sais pas si on a un problème. واضح مي اليوم افيك لا ريتيسون افيك لو سيتواسيون دو لافيزون سيفيل ما نتصورش يتفاعل 2021 باش نكونوا صراحه وضع صعيب راه معناتها نسكر اذا كان مازال في ثواني جوست كيستيون على احنا اون فو ديجيتاليزي ونحبوا اون انكوراج لونفيرونمون في تونس دونك كيما دي بروجي كيما لو ار بي باغ اكزومبل اسكو لي زونتربريز لي او مينيستير دو ترانسبور معناها قابلين باش يحلوا دي كونسلتاسيون بور دي زونتربريز تونيزيان اللي يخدموا سور لا باز دو اوبن سورس ولا نقعدوا نخدموا كان بك لي غران نو مثلا لي زو ار بي ولا لازمنا ان غران دونسين وتتكلف علينا باش. يا دو كاتيغوري ثما زونتربريز هما ديجا يخدموا مع دي زونتربريز توانسه وفي بوتيك ولا في لي زو ار بي وثما دي زونتربريز الاخرين اللي هما يحبوا ياخذوا دي ستاندار انترناسيونال خاطر عندهم كونكورونس انترناسيونال على ستار دو تونيسير وسي تي ان. واضح جزيل الشكر ليك سي معز شقشوق وزير النقل واللوجيستيك باش نواصلوا زياد وجنيد في الجزء الاخير حتى للخمسه الاخبار توت سويت وراجعين وليد برحومه على اكسبريس اف ام دي جيلاب اليوم مواصلين معكم حتى للخمسه اليوم ضيفنا كان معز شقشوق وزير النقل واللوجيستيك وتلقاو الفيديو نتاع الانترفيو على لاباج اوفيسيال اكسبريس اف ام كذلك تلقاوها على باج دي جيلاب باي اكسبريس اف ام ولا لو بودكاست بعد شويه على لو سيت www.radioexpressfm.com حكينا على برشا مواضيع في موضوع التحول الرقمي وكيفاش ينجم ينقذ منظومه النقل في تونس Tout de suite, je laisse le conseil du club DSI, Narki ou Ale, Daour le DSI, le directeur de système d'information Fil Mouassa, Daourou Finachre Thakafa Rakmeya Fisherik. Le conseil du club DSI. Aslema ou Marhabibi, comme fait le conseil du club DSI, Tunis, le Jamahid. Et les Bisharki, à la Daour DSI, Fil Mouassa, Kenekal Thakafa Rakmeya. على مستوى استراتيجية التحول الرقمي للمؤسسة تتمثل مهمة مدير نظام المعلومات في اختيار ودمج حلول تكنولوجية مجددة وقادرة على تحمل جل حاجيات الشركة ولكن من الضروري أيضا أن يعمل على ضمان تبني الثقافة الرقمية من قبل جميع الأطراف وذلك لتعزيز الإبداع والإنتاجية في الشركة في الواقع لا يمكن أن يكون هناك تحول رقمي ناجع بدون تطور للثقافة الرقمية داخل الشركة من هنا يأتي الدور المهم اللي يلعبه مدير نظم المعلومات في هذا المجال من خلال إقامة روابط وثيقة جدا مع نظرائه في الإدارات المكلفة بالأعمال يجب على مدير نظم المعلومات أن يقوم بهذا الدور فيتطور من مقدم لخدمات تقنية إلى شريك في إدارة الأعمال من خلال تقديم خدمات جديدة ومتجددة كذلك اعتماد المرونة في إنجاز المشاريع وتكريس التعاون بين مختلف المتداخلين في الشركة من خلال تكوين فرق عمل متعددة التخصصات ودعم الحلول الخاصة بالتنقل أو لا موبيليتي والانفتاح على العالم الخارجي دعم الحلول المعتمدة على الابتكار وقيادة الشركة عن طريق البيانات أو بيلوتي لونتربريز بار لي دوني هذه كلها تطورات تعتمدها التكنولوجيا الرقمية حيث يجب على مدير نظم المعلومات
نشرها واعتمادها من قبل مختلف الموظفين والمتداخلين في الشركة، فتمكن ثقافة الخدمات اللي تقدمها إدارة نظم المعلومات مختلف إدارات الأعمال من أن تكون أكثر مرونة من أجل الاستجابة للتغيرات السريعة للغاية في مناخ وبيئة الأعمال. كذلك الجهد اللي يبذل DSI من أجل الإدماج الثقافي للرقمنة يسهل التعاون بين الموظفين وركيزة مهمة للتبادل والنشر والابتكار ودعم التحول الرقمي بصفة خاصة. يجب أن يأخذ مدير نظم المعلومات في الاعتبار أن ثقافة الخدمات التي يجب على إدارة تكنولوجيا المعلومات أن تكون هي الموفر الرئيسي له، إلى جانب توفير أدوات العمل الرقمية الحديثة والعمل على إبراز هوية حديثة للشركة إيدنتيتي مودرن، كلها تعمل على تحسين تجربة الحريف مع الشركة وتدعيم زيادة مشاركة الموظفين في التحول الرقمي. مع هذا لا ننسى المتطلبات في مجال أمن المنظومات والمعدات لضمان إطار شفاف وجدير بالثقة لنجاح التحول الرقمي، كما يجب اعتماد تقييم دوري لمدى تبني الثقافة الرقمية من طرف مكونات الشركة من أجل التعديل المستمر للخطة الاستراتيجية والقاعدة التكنولوجية مع الاحتياجات الرقمية للشركة. نشكركم على الاستماع واستنونا في مزيد من النصائح حول دور DSI في الشركة. وليد برحومة على إكسبرس اف ام. سمعتوا الكونسي دو كلوب DSI تونيزي، حكينا على دور مدير النظم المعلوماتية ولا الديريكتور دو سيستيم دانفورماسيون في نشر ثقافة الديجيتال في الشركة، وسمعتوا كيفاش اللي الديجيتال سيتانتو هو تصرف متاع منظومة كاملة، معناها نحكي خاصة على العامل البشري، وكنا طرقنا لهذايا قبليك في حوارنا مع سي معز شقشوق وزير النقل واللوجيستيك. بدنا شوية اليوم الكوندكتور بما أنه الساعة الأولى كانت خاصة بالنقل والتحولات الرقمية، شنو تنجم معناها تأثر على منظومة النقل. توت سويت باش نمشيو مع اي تي نيوز، زياد باش يحكي لنا على لو رابور نتاع لو سي دي او واللي تونس والمغرب جاوا فيه من احسن البلدان تقدم في مجال الديجيتاليزاسيون، نحكيو فيما يخص الامور الاقتصادية في شمال افريقيا. دونك كما قلت وليد، دونك تونس والمغرب جاوا من احسن البلدان في افريك دو نور من ناحيه دونك لا ديجيتاليزاسيون بور دي فان نوميريك، هذا لو رابور دو لورغانيزاسيون دو كوبيراسيون دو ديفلوبمون ايكونوميك لو سي دي او. دونك في الرابور هذا عندنا 57% دي زونتربريز تونيزيان معناها عندهم دي سيت ويب اي سون بارتي فير لا ديجيتاليزاسيون. بيان سور لو رابور هذا يتبدل من الشركات الكبيره والصغيره، دونك 47% من الشركات الصغيره عندهم ان سيت ويب، 67% دي زونتربريز المتوسطه، و 80% من لي غراند زونتربريز عندهم ان سيت ويب. الرابور هذا يزيد يحكي يقول اللي من 2005 ل 2017 يا اون كروسونس كبيره من ناحيه الاي كوميرس، دونك سا سي ديفلوبي تري تري بيان في المغرب وفي تونس، ولكن مازالوا فما كيلكو لاكون من ناحيه لا ديماتيرياليزاسيون دو بايمون، دونك لو بايمون الكترونيك، ومن ناحيه الترونسبور اي لا لوجيستيك بور اشميني اي بوفوار اكسبورتي دو لا مارشانديز. Donc il y a encore des efforts à faire منحية هذية. و le rapport هذية زادا يشمل la partie start-up et le financement des start-up. Donc ويحكي زادا على l'Egypte ويقول اللي donc مصر هي الأولانية donc في المجال هذية في les levées de fonds، بما أنه تحصلوا على 92 start-up عملوا levées de fonds بتاع 100,000 دولار ما بين 2011 و2020، ومن بعد تجي تونس والمغرب اللي عندهم كل واحدة 13 ستارت اب تحصلوا على اون لوفي دو فون. قداش مصر قداش؟ 192 الأولى مقابل 13 في تونس، 13 في تونس و 13 في المغرب، واقل في الجزائر اللي هما 3 ستارت اب تحصلوا على لوفي دو فون بقيمة 100,000 دولار. نتصور بقيمة فوق 100,000 دولار. فوالا 100,000 دولار فما فوق. دونك وبالطبيعة دونك لو رابور هذا يزيد يحكي يقول على قيمة لي لوفي دو فون هذوما وكيفاش ينجموا يعاونوا لو تيسيو ايكونوميك باش pour améliorer l'employabilité des jeunes ou des ingénieurs et des techniciens.
ويحطوا الانظار زادة على الفيت اللي فما مشكلة اللي الستارت اب والاكتيفيتي هذوما ايكونوميك سون كونسونتري في لي زون اوربان. دونك يلزم اكثر تشجيع من الدولة بتاتخ باش نمشيو لي زون اللي هما بعاد شوية على لي زون اوربان باش نجمو نقربوا الداخلية مناطق الداخلية باش نجمو نقربوا لي جون ويقعدوا في بلدانهم وينجموا ينجوا ونحسنوا لومبلوابيليتي في البلايص هذوما. تبقينا من بعد في الدومين نتاع لي فينتك دونك باقي ليجيبت والمغرب خير منا في الحكايه هذيا. دونك لا تونيزي مازالت يلزم اكثر ايفور بور ديفلوبي لا بارتي دونك انفستيسمون في الفينتك من ناحيه لا ليجيسلاسيون ولا من ناحيه لونكوراجمون. ولكن نقعدوا الحاجه اللي باهي كما قلناها parmi les meilleurs pays في l'Afrique du Nord qui est en train de mettre l'accent وتعاون على les investissements في الدومين دو لا ديجيتاليزاسيون اي دو لا فينتك. جست حبيت نقول لافريك دو نور راهو ماهمش برشا بلدان وانا 10 قداش نحن في لافريك دو نور. لا ما با 10 احنا لافريك دو نور كي تجي تحسب عندنا تونس والمغرب والجزائر ونجم نزيدوهم ليبيا وموريتانيا. مصر يتم اعتمادها في بعض الاحيان كافريك دو نور ولو هنا في مدخلينها وي اي مي في الترتيب هذايا مصر بعيد علينا برشا في توسكي في الستارت اب اي في مجال الستارت اب بعيد علينا برشا. يمكن كان نلموا تونس والمغرب ما نخلطوش صحيح حتى عدديا مع بعضنا 26 بالضبط هما 92 وحده. دونك كيما قلت معناها تونس والمغرب هما في مرحله متقدمه مقارنه بتاتر مع الجزائر ومع ليبيا وموريتانيا. ما نعرفش بون ليبيا ما نجموش بون هذا نجم يدخل زاد في نطاق التعاون الدولي ما بين البلدان المتقدمه يعطيو لي فون تلقى اكثر لي بايور دو فون يعطيهم اكثر لي فون باش يقدموا بتاتر مصر خير شويه من الناحيه هذه. لا ويمكن زاد فما مصر اللي كل فيو باس سي ان سيستيم انجلوفون اكثر منه فرانكوفون. في افريقيا عاده الدول الناطقه بالانجليزيه عندها اوفرتور اكثر عندها خطوه زايده متقدمه على البلدان اللي ناطقه بالفرنسيه في مجال لونتربرونيا. ولكن الحاجه الباهيه اللي قاعد نلاحظ فيها الايامات الاخرانيه الاكسبيرونس نتاعي اللي لي جون اللي قاعدين يخرجوا من لي زونيفرسيتي ولاو اكثر برشا انجلوفون من اللي فيهم فرانكوفون. معناتها تلقاه يعني نحكي لو سيستيم ككل نحكي لو سيستيم في الاكسي للتمويل قاعده تتبدل في تونس اي في الاكسي للتمويل من طرف يا اما دي بايور دو فون ولا دي انفستيسور في العالم. افريقيا الدول اللي ناطقه باللغه الانجليزيه عندها خطوه سابقه الدول الاخرى. صحيح تو في تونس عندنا مثلا لي انفستيسور الكبار في ستربون معناها باش تلقى الفرنش تيك تاع فرنسا اما فما اكثر معناها فما برشا معناها ديزانفستور من سيليكون فالي وكل شيء والايكو سيستيم تاع ستارت اب الكل موجود فما ديزانفستور من العالم الكل حق. ما نصورش غادي المشكل نصور الفرق هو جوست في البوبيلاسيون على خاطر انت على 11 مليون اوكي تنجم تعمل تخرج نشوفوا لو تو دو ستارت اب باغ بوبيلاسيون وقت نجموا نشوفوا اون بو كالكولي اسكو نحن في فار نيفو مع مصر والا لا. اي يمكن وقتها زاد يولي المقارنه تولي بيزي على خاطر مصر على 100 مليون نسمه ولا اكثر حتى كان فيها بليزيور ستارت اب العدد المعدل باش يكون ضعيف مقارنه بتونس اللي فيها كان 10 ولا 12 مليون ولا المغرب اللي في حدود 42 44 مليون نسمه. ما نعرفش زياد كان تحب تزيد حاجه فيما يخص لو رابور. جو بونس اون افي لو تور دونك الحاجه اللي خارقه العاده زاد بالنسبه لتونس والبلدان اللي كنا نذكروا فيهم هو لو نيفو ديدوكاسيون معناها نلقاو رقم ما يستانش به من الشباب اللي تلقاهم قارين دي زيتود سوبيريور وعندهم نيفو باهي باش ينجموا يخدموا على لا بارتي ستارت اب ديفلوبمون وديفلوبمون دو سوليسيون في الفينتيك وتو سكي تورن اوتور دو لا ديجيتاليزاسيون بصفه عام. واضح. مابقى لي كان باش نشكركم زياد باشا سي او كليفوري تريننج شكرا على حضورك. جنيد يعقوبي اكسبير اون ترانسفورماسيون ديجيتال كذلك يعطيك الصحه وشكرا على حضورك والمساعدة نتاعك. ضيفنا اليوم كان سي معز شقشوق وزير النقل واللوجيستيك. تلقاو الحوار طرقنا معاه لعدة نقاط مهمة فيما يخص التحول الرقمي وتأثيره وإمكانية
اهميه كونه ينقذ منظومه النقل في تونس. داير منظومه النقل والتنقل لموبيليتي مهمه جدا. اليوم كنا نحكيوا في الموضوع هذا. تلقاو الانترفيو على باج اوفيسيال اكسبريس اف ام ولا لا باج ديجي لاب باي اكسبريس اف ام. تلقاو الفيديو تلقاو كذلك لو بودكاست على www.radioexpressfm.com كان تحبوا تسمعوا الحوار هذا. نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه. شكرا لكم الناس اللي تابعتونا، الناس اللي كذلك بعثت لنا لي كومونتير نتاعها والاسئله نتاعها. نعتذروا اللي ما نجمناش نسالوا الاسئله الكل، كان الوقت ضيق مع وزير النقل واللوجيستيك، وان شاء الله نكونوا تطرقنا معاه الاكثر مواضيع ممكنه. نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين الجاي في نفس التوقيت. شكرا اماني في الاخراج، عبد الناصر في الديجيتال، نور شتارة رافقنا كما كل نهار اثنين، وليد برحومة قدام الميكرو.